الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا عضو اللجنة الإفريقية رافعة المستوى التي شكلها الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا يصل الجماهيرية العظمى ظهر اليوم، ويقوم بزيارة عشية اليوم الاثنين إلى بيت الأخ قائد الثورة الذي تعرض لقصف عدوان التحالف الاستعماري الناتو بأحد الأحياء السكنية في غرغور بطرابلس يوم 30 من شهر الطير الماضي، وأدى إلى استشهاد نجل الأخ القائد الشهيد سيف العرب معمر القذافي وأحفاده الثلاثة وعدد من جيرانهم وأصدقائهم.